اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده من حلقات انجينيرنج تيبس. النهارده هنتكلم عن الدرون بادي وهنعمل اسمبلي ما بين البليدز اللي احنا رسمناها في السيشن اللي فاتت وما بين الدرون بادي اللي قدامك دي. لو احنا جينا شفنا الدرون بادي ده ينقسم الى ايه، هنلاقيه ينقسم الى 3 بارتس. اول بارت عندك هو الجزء المين اللي انا حاطط السهم عليه الماوس، ده الجزء المين بتاعي اللي انا هرسمه، وبعد كده هرسم الارم دي، وبعد ما ارسم الارم هعمل سيركلر باترن على زاويه 90، وبعد كده هرسم القواعد اللي هي القواعد اللي هترسى عليها الدرون او كاد كوبتر، وبعد كده اعمل القاعده دي ميرور، فبالتالي يبقى انا كده خلصت الرسم. يبقى انا عندي ميثودولوجي للتفكير، اول حاجه هرسم المين، بعد كده هطلع منها الفور ارمز او هعمل ارم واحد واعمل سيركلر باترن، وبعد كده هعمل القواعد. نبتدي نخش على الجيومتري، نجيب جيومتري، هتدوس كليك شمال وترمي في البروجكت جيومتريك وتقف على جيومتري وتتأكد ان هي 3D او سوليد بادي وسيرفيس بادي، وبعد كده تبتدي تفتح البرنامج ستارتنج سبيس كليم. طبعا عشان هو هياخد وقت شويه في بدايه السبيس كليم، فانا حابب اتكلم معاكم في الكورسز اللي احنا بنقدمها. في اوفر لحد يوم 1/10. الاوفر ده ان انت بتاخد الكورس الاوتلاين كله، وانا هسيب لكم اللينك بتاع الاوتلاين تحت في الديسكربشن، الاوتلاين بتاع الموديلنج والسيميليشن على برنامج الانسز، وبتاخد الكورس كله بسعر زهيد جدا وبسعر اقل من العادي بتاعنا كمان. فلان انا لاحظت ان اغلب الطلبه اللي بتحتاج كورسز هي من الطلبه طلاب الجامعات، فقللنا السعر مره كمان. طبعا تقدر تخش في الديسكربشن وتشوف الاوتلاين بتاع البرنامج نفسه. احنا كده فتحنا السبيس كلام، اخترت الاكس واي سكتش وهرسم في البداية كده ريكتانجل 50 × 50 عشان اكون عملت ده. الخمسين في خمسين هجيب ديفاين فروم سنتر واقول له الريكتانجل بتاعي اهو، واكتب 150 في تاب 150، هيعمل لي هو زوم اوت باي اوتوماتيك. البرنامج برضو بيفهم وبيعمل اوتو فيت لوحده. بعد كده هقول له ريتيرن 3 دي موديل، او هدوس دي على الكيبورد كشورت كات ابريفيشن على الكيبورد، وبعد كده اقول له في اتجاه زد، هقلب كده عشان ابقى شايف كويس، هعمل سبين وايوه بالظبط كده واكون شايف كويس، وبعد كده اقول له انا عايز اطلع مسافه 30 ملم. 30 ملم هطلع بالكروس سكشن اللي هو الريكتانجل ده، فهعمل كده، هعمل بول واكتب 30، هيطلعني ال 30 ملم بتوعي. بعد كده هقول له سكتش على الفيس اللي فوق ده، واعمل لي سكتش، هدوس كي كابريفيشن على الكيبورد، او هدوس هروح عند كلمه سكتش. بعد كده هقول له موف جريد، عايز احرك الجريد السكتش بتاعي ده بمسافه 20. طبعا دي تول مهمه جدا ومش هتلاقيها في اي برنامج كاد غير السبيس كليم، ان انا احرك الجريد سكتش. في الباقي انا برسم بلين الاول وبعد كده اعمل سكتش على البلان، فدي طبعا تول مهمه جدا وقويه جدا. هنا هقوم راسم سيركل 50 فاي، ديامتر بتاع 50 مليمتر، وارجع ل 3 دي موديل، ادوس دي على الكيبورد هيرجعني على 3 دي موديل، وبعد ما ارجع على السير على 3 دي موديل اعمل سبين واعمل ما بين التو كروس سكشن، تو ديفرنت كروس سكشن اريا. المفروض ان بيبقى التول اللي بتربط ما بينهم هي تول اسمها بلند، وهاجي على الجنب كده هلاقي اسمها رولد سيجمنت، هينزلهم لك كمستقيمين. طبعا الكروس سكشن بتاعك اتغير او البروفايل بتاع البلند بتاعك اتغير. كده انا خلصت الجزء اللي فوق، ناقص لي بس الفلتس، وهعمل الجزء اللي تحت الاول عشان اعمل الفلتس كلها مره واحده. فهعمل هنا موف جريد، هنزل لتحت بمقدار 60 ملم، بالديامتر بتاعي هيكون هنزل موف جريد وهحرك الجريد ده 60 ملم لتحت، وهرسم دايره، هعمل طبعا في طبعا كابريفيشن على الكيبورد، او هتعمل العين دي، علامه العين دي هعمل لك بيربنديكولار على البلان اللي انت عايزه، وهتقوم قايل 100 ديامتر. بعد ما تقول ال 100 ديامتر هلاقي ان ال 100 دي هدور عليها شويه عشان هي كانت مستخبيه في التكنيكال دروينج، بس هي موجوده تحت ال 100 عشان انا هرسم ال 100 دي الاول واعمل بلند، وبعد كده هرسم هعمل بول لسيركل تانية 50 مليمتر. فأنا بدور معاكم على المية لحد ما نلاقيها سوا، هتلاقيها تحت اهي، ادي المية.
يبقى 100 قدامي في الدايرة دي، وبعد كده هرسم 50 مليمتر وهعمل له بول بمسافة 10 مليمتر. تمام. يبقى انا كده هرجع للسبيس كليم وهعمل بلند ما بين الكروس سيكشن ده والكروس سيكشن اللي عندي، اعمل سبان الاول وبعد كده هاجي عند بلند اقول له ما بين الكروس سيكشن والكروس سيكشن هيرسم لي، واقول له لا ده انا عايز رولد سيجمنت عشان يعملها لي مستقيمه، اقول له اوكي. يبقى انا كده خلصت يعتبر المين، بس ناقص لي فيها الفيلتس. طبعا الفيلتس انا طالما على ماسك بول او ماسك سبان، فانا هدوس سيلكت عشان ارجع على السكتش. انا هدوس سكتش الاول عشان ارسم الدايره اللي هي ال50 مليمتر، وبعد كده اعمل لها بول ب 10 مليمتر. فانا هجيب دايره ديفاين فروم سنتر هي باي ديفولت، وهقول له 50 مليمتر، وهرجع لل3 دي موديل واقول له اعمل لي بول للجسم ده. طبعا هعمل سبين عشان ابقى الجسم مريح بالنسبه لي، هقول له اعمل لي بول للجسم ده بمسافه 10 مليمتر. تمام. نبتدي نرجع بقى نعمل الفيلتس. هعمل سيلكت الاول وبعد كده هروح للفيلتس. طبعا انا بدوس كليكتين بينقلني لكل البروفايلز اللي اللاين اللي انا بدوس عليه ده مرتبط بيها، فهو انا عايز اعمل فيلتس للمربع ده فعلا. وبعد كده هدوس هنا كليكتين بينقلني بس. نرجع نعمل سيلكت من الاول عشان الناس برضو تاخد بالها احنا عملنا ايه. انا باجي هنا وبقوم دايس كليكتين بينقلني على اول واحده وبعدين تاني واحده وبعدين تالت واحده خلاص، واقول له فلت 20 مليمتر، ده كان الريديوس بتاع الفلت. وهاجي هنا نفس الكلام، واحده اتنين تالته، اعمل سيلكت تاني وارجع مره اخرى، هدوس على اللاين واعمل تكتين، ده تكتين، ده تكتين، ده هو ده اللي انا عايزه، واقوم قايل له 20 مليمتر ريديوس 20 مليمتر. وبعد كده هروح على السيركلز اللي فوق واللي تحت، في تو سيركلز فوق وتحت، هعمل برضو فيهم فيلت، الدايره الكبيره والدايره الصغيره اللي فوق دي. فانا هاجي عند الدايره الصغيره اقول له تكتين هينقلني على البروفايل كله، واقوم قايل له 20 الريديوس بتاعها، وهنزل تحت اقول له نفس الكلام. كده احنا ابتدينا نقرب للشكل اللي عندي في التكنيكال دروينج. طبعا هدوس تكتين واقوم قايل له 20. كده انا خلاص خلصت، بس يعتبر ناقص لي 4 فيلتس لسه ما عملتهمش. هاجي عند السيجمنت اللاين بقى اللي واصل ما بين كل ده. انت لما بتعمل فيلت انت بتفتح المسار للفيلت اللي جايه بعديك ان هي تكمل. يعني لو انا كنت دوست تكتين على اللاين ده من الاول، ما كانش هيسلكت البروفايل اللي هو سلكته دلوقتي. ليه؟ لان انا عملت فيلتس فتحت له الطريق. فطبعا 20 مليمتر، وبعد كده هاجي هنا دوس تكتين هيعمل لي على اللاين ده اقول له 20 كمان مليمتر، وكده بقى ناقص لي واحده وابقى خلصت اول بورت. طبعا هنا دوست تكتين واقول 20 مليمتر. كده انا خلصت اول بورت وهو المين بورت للدرون، اللي منه بقى هبتدي ارسم الارم واعمل الارم سيركلر باترن، وكده انا اكون خلصت اول بورت. خلاص نبتدي نخش على البارت الثاني وهو الارم. بس قبل ما اخش على البارت الثاني طبعا هفرجك على البارت شويه، وبعد كده هرجع للسلكت. رجعنا للسلكت وبعد كده هبتدي بقى ان انا اشوف هرسم الارم ده ازاي. لقيت ان انا لو نزلت 32 زائد 5 هبقى متوسط، هبقى في نص الارم. وفي الحاله ان انا ابقى في نص الارم ممكن اعمل بوست بقى، ممكن اعمل بول ان بوست دايركشن. فانا هاجي عند الفيس ده واقول سكتش واعمل موفينج جريد، واعمل موفينج جريد بمقدار كام؟ بمقدار 32 زائد 5. هعمل طبعا هنزل لتحت بمقدار 32 زائد الخمسة اللي هي نص العشرة دي، عشان لما اعمل له بول في البوست دايركشن اعمل ب 10 مللي. فانا هنا نزلت كده 37.5 خلاص، وهلفه هعمل طبعا اوكي، هدوس انتر، وبعد كده عايز بقى الفه بمقدار 45. فهاجي عند الاكس بتاع اللف واقول له عايزك تلف لي بمقدار 45، هيلف معايا بمقدار 45. وبعد كده اقول له بلان او في كابريفيشن على الكيبورد، نقلني للسكتش اللي انا عايزه ده. طبعا دي قيمه وقامه للتول بتاعت موفينج جريد، طبعا بتنقلني ببساطه جدا. هرسم في كارتيزيان دايمنشن، هاجي ارسم سيركل على بعد قد ايه؟ نشوف مع بعض. في سيركل مرسومه على بعد 250 والريديوس بتاعها 20، او الفاي بتاعتها لو انت هتحسب كدايمتر 40. يبقى انا هرسم دي
وبعد كده بس عايز بقى اشوف السنتر الديستنس ما بينها وما بين السنتر بقد ايه، لقيت ان الديستنس ما بينها وما بين السنتر سنتر المين نفسه والسنتر بتاع الدايره 250. فانا كده هروح ارسم دايره بكارتيزيان دايمنشن ديفاين فروم سنتر، هروح اسلكت على الكارتيزيان دايمنشن وبعد كده اقول له انا عايزك تعمل لي الدايره دي على بعد 250 نيجاتيف 250، هكتب على الكيبورد نيجاتيف 250 هينقلني بعد كده الدايره دي هيبقى الدايمتر بتاعها ب 40 واقول له انتر. وبعد كده عايز اطلع من الامر هقول له اس، ادوس سيلكت كابريفيشن على الكيبورد هيطلعني من الامر. طبعا انت ممكن تدوس سكيب بس انا مش هعرف ادوس سكيب عشان انا مسجل. طيب بعد كده هبتدي ان انا ارسم بقى لاين ديفاين فروم سنتر، ويبقى بيبعد عن الدايره دي بمقدار كام؟ بمقدار 40، هيبقى بيبعد بمقدار 40 واللينس بتاعه 40. فانا هاجي عند الدايره هنا اقول له 0 و40 واقول له انتر، هكتب 40 واقول له انتر. بعد كده هيبتدي بقى من السنتر اقول له انت بالنسبه لو انت بتقيس كنص فانت هتكتب لي نص، هعمل تاب عشان ينقلني على الدايمنشن اللي تحت واقول له نيجاتيف 20. كده يبقى المسافه بتاعته كلها 40. وانا لسه سلكت على ده طبعا هعمل سلكت عشان اطلع بره، اس على الكيبورد، اس على الكيبورد هتطلعني بره واجيب اللاين تاني واحسن لي ان انا اوصله من الناحيه التانيه هيبقى اسهل لي. فهجيب من البوينت دي واوصل تانجنت على الدايره دي، وهجيب من البوينت دي واوصل تانجنت على الدايره دي، وبعد كده هروح للترين تول وهمسح اللي انا مش محتاجه، فهاجي عند التريم وامسح دي. بعد كده هرجع على 3 دي موديل هقول له دي، او هاجي عند كيوبيك ريتيرن 3 دي موديل هقول له دي رجعني على ال 3 دي موديل، هلاقي ان الجسم ده او ان السيرفيس اللي انا رسمته ده هو يبعد 37.5 وبزاويه 45، وعايز اعمل له بول بقى زي ما احنا قلنا بيكون بكام قيمته في البوست دايركشن 10 ملم. اقول له اوكي. في الحاله دي انا عايز ارسم بقى بقيه الارم، فهروح اعمل هايد للبادي ده او ممكن ادخله نيو كومبوننت، بس انا بفكر ان انا اديك ميثودولوجي تانية. فانت لو عملت هايد مش هيعمل ميرج عشان هو خلاص مش شايف قدامه اي بادي تاني لما انا هاجي اعمل لده بول او بلند او ايا كان هعمل له ايه. فهرسم هنا سكتش وعايز اعمل موفينج جريد. شوف احنا استخدمنا التول دي قد ايه، هعمل موفينج جريد وهروح اعمل موفينج جريد بمسافه 150 عن الكروس سكشن اللي انا واقف عليه ده، اعمله بمسافه 150. فهروح هنا واقول له انت هتتحرك في الاتجاه ده مسافتك 150، واقول له اوكي، واجي اعمل في عشان ينقلني على البربنديكولار فيو. بعد كده هاجي ارسم ريكتانجل، الريكتانجل ده هيبقى كام في كام؟ 70 في 25. فهاجي ارسم الريكتانجل ده ديفاين فروم سنتر ووقفني في الحته دي، وكام 70 في 25، 70 تاب 25. طبعا انا عايزك تسجل وتشوف اللي انا بعمله ده وتكتب عشان التولز دي حقيقي مش هتلاقيه حد بيتكلم فيها، ومش هتلاقي حد بيتكلم في الدرونج بتاع السبيس كلام قد ايه هو سهل يعني. فانا هاجي هنا اعمل بلند وخلاص كده هو وصل لي، فاقول له تمام. كده انا ناقص لي في الارم ده ان انا اعمل فيلتس. بالنسبه للفيلتس انا لو دوست على ده تكتين هيسلكت كل البروفايل اللي انا عايزه، هدوس كنترول على الكيبورد او هعمل هدوس كنترول على الكيبورد واقول له تكتين كمان هيسلكت اللي تحت كمان، واروح اعمل التول اللي اسمها بول اسلكت عليها او ادوس بي على الكيبورد واقول له انا عايز اعمل فيلت. هو باي ديفولت هو قال لك انت اكيد عايز تعمل فيلت، فعملت فيلت 4 ملم. كده انا خلصت. بس ناقص لي حاجه هنلاحظها لو انت شديد الملاحظه، ان الفيلت في اخر الارم هو اكبر بكتير من اول الارم. هو الفيلت في اخر الارم بكام؟ ب 10 ملم. طب اعمل كده ازاي على سبيس كريم؟ كان في تول في السوليد وورك بتعمل كده برضو، في هنا تول في السبيس كريم بتعمل كده اسمها ايديت از ا فاريبل ريديوس راوند. اول ما بتدوس عليها بتدوس على الارم ده وتبتدي تكتب 10 ملم هيتعمل معاك، والناحيه الثانيه طبعا هو هياخد وقت شويه عشان انا شغال بسرعه على البرنامج والكمبيوتر بتاعي طبعا استهلك في موضوع المسائل والسبيس كليم والانسس بشكل عام، فهياخد وقت شويه تمام. فطبعا تقدر حضرتك تخش في الديسكريبشن وتشوف كل الكورسات والاوفرز اللي احنا حاطينها للموضوع. كده الفيلت اتعمل معايا اهو، وبعد كده هاجي سلكت الفيلت اللي تحت كمان واقول له الفيلت اللي تحت ده انا عايزه يكون بنفس الكلام edit as a variable radius round، واقول له كده وادوس انتر.
هينقلني على ده، اقوم قايل له 10 مليمتر وادوس انتر تاني، خلاص نقل لي عمل الفلات. نفس الكلام هكذا في الاتنين التانيين. خلاص يبقى نرجع لموضوع الكورسات تاني. انا عايزك تبتدي تسأل، تبعت لي مثلا على الواتساب او تبعت لي على الايميل وتشوف الاوتلاين، ولو مش فاهم حاجة في الاوتلاين ده تسألني وتقول لي هي دي معناها ايه عشان افهمك، وتبقى عارف قد ايه محتوى الكورس هيبقى مفيد جدا بالنسبة لك كمهندس ميكانيكا او مهندس مدني او مهندس انتاج. خلاص انا كده خلصت الارم ده، وابتدي اظهر بقى البادي التاني بتاعي، واقول للبادي التاني بتاعي عن تشيك هيظهر معايا كده هو مرسوم. عايز بقى اعمل للبادي ده سيركلر باترن. خلاص يبقى انا كده محتاج اسلكت اعمل سبين بس عشان ابقى شايف كويس وازوم براحتي. تمام، عايز بقى اروح على السيركلر باترن واقول له انا عايز اعمل للبادي اللي انت شايفه قدامك ده، عايز اعمل له سيركلر باترن حوالين مين؟ حوالين الزد اكسس، ويكون 4 ب 360. لو دوست 4 هيتنقل بالدايمنشنز اللي انا عايزها او الدايركشنز اللي عايزها. قلت علامه صح، كرييت باترن، كده هو عمل معايا الاربعه دول. محتاج اعمل الاربعه دول كومباين عشان يبقى كلهم طول واحد، فهاجي هنا اقول له اد ماتيريال وهاجي ادوس على ده، كده هو بيعمل كومباين او بيعمل ميرج ما بين الثلاثه، واعمل ميرج ما بين الثلاثه، كده عمل ميرج ما بين كل ده، اتنقلوا كلهم سوليد بادي واحد. هدوس سيلكت، هرجع واروح انضف التري بتاعتي من الباترن، هقول لها امتي ديليت امتي كومبوننت، هيتفضل عندي السوليد بس اللي هو الجسم بالايه بالارمز بتاعتي كجسم واحد عشان انا عملت له كومباين. خلاص خلاص يبقى انا كده ناقص لي اعمل ايه؟ ناقص لي اعمل القواعد بتاعت الدرون دي. الدرون دي لما هتنزل على الارض لازم يبقى ليها قواعد عشان ما تتكسرش. فالقواعد دي لو انا جيت قدرت ان انا ارسم البروفايل بتاعها بس وعملت سلندر هتترسم معايا. طبعا انت مش فاهمني بس هتفهمني حالا دلوقتي. انا هاجي ارسم سكتش ما بين الزد والواي وهقول له كي على الكيبورد، هينقلني بسكتش جوه الدرون اللي انا عايزه. بعد كده هتحرك بالسكتش ده بموف جريد، هقول له حركني زاويه في الزاويه دي كده بزاويه كام؟ بزاويه 45. خلاص كده هو ميلني بزاويه 45 واقول له في او انقلني على الفيو. طب انا رحت على الفيو ده ليه بالذات؟ عشان لما هرسم البروفايل بتاع القعده دي ساعتها هيبقى الموضوع سهل بالنسبه لي ان انا اعمل لها ميرور وهيترسم معايا في ثواني. هتشوف دلوقتي انا عايز ارسم البروفايل اللاين اللي في النص اللي انا واقف عليه اللي هو بعده من الاورجن 130 وفوق 10. فانا هرسم اول بوينت بالكارتيزيان دايمنشن. احنا قلنا ان انا عايز عشان انقل بالكارتيزيان دايمنشن باجي عند السنتر واقوم دايس على السنتر. طب انت عايز تنقل قد ايه من السنتر؟ هقول له 130. خلاص وطلعني فوق في الاتجاه اللي فوق ب 10. دي كده اول بوينت في السبلاين. انا على فكره انا ما دوستش لاين، انا ما دوستش لاين، انا بدوس سبلاين اللي هي اللي فوق التول اللي فوق. هرسم سبلاين. تمام، بعد كده عايز بقى انا اجي ناحيه الشمال كده، لا انا كده عايز ازوم واظبط الدنيا شويه. انا عايز اتحرك تحت 150 وعلى الشمال 30. خلاص فهاجي هنا اقول له اتحرك لي على الشمال ب 30 وتحت 150. هحاول اظبطها كده باي مانوال عشان اقول لك ان في طريقتين. يعني انا هنا هحاول اظبطها كده، وده طبعا الفكره من ان انت تظبط الماينور جريد سبيسنج ان انت يبقى الجريده الواحده او الشبكه الواحده بتعمل لك 1 ملم. فلما الشبكه الواحده بتعمل لك 1 ملم انت تقدر ساعتها تعمل انوتيشن واورينتيشن كده زي ما انا بعمل. هي ممله شويه بس عادي انك تعملها بحيث ان انت تبقى فاهم بس نقطه الماينور جريد سبيسنج. انا كده واقف عند النيجاتيف 150 بس 31، لان لو جريت لو رجعت جريد واحده هتترسم معايا. هاجي ناحيه اليمين شويه وهطلع فوق جريد ده كمان. طبعا كده خلاص اترسمت، هدوس اوكي على طول كليك، كده هو رسم معايا اول بوينت في السبلاين او تاني بوينت بقى في السبلاين نيجاتيف 50 30. هاجي عند اخر بوينت هرسمها بطريقه تانية ان انا بعمل تاب على الكيبورد وارسمها بالتاب دي. فانا طبعا هزوم عشان ابقى شايف كويس، وعايز اشوف المسافه، هلاقي ان المسافه على بعد 30 برضو بس كان الهايت بتاعها 180 من الاورجن ككارتيزيان دايمنشن. فانا هاجي اشوف البعد ده 30 والبعد ده 180. خلاص هرجع للسبيس كليم اقول له عايز افضل هنا 30. خلاص انا ممكن بقى بكل بساطه خلاص طالما دي نهايه السبلاين بتاعتي هكتب 30 عادي، وهكتب الناحيه الثانيه كام؟
تاب وهكتب الناحية التانية نيجاتيف 180، هيترسم معايا الشكل اللي انا عايزه. وبعد كده بعد ما رسمت خلاص السبلاين بتاعي اهو، هعمل طبعا سيلكت عشان اطلع بره الامر، ممكن انت تعمل سبيس على الكيبورد. بعد كده هطلع على الدي او ريتيرن 3 دي موديل، هينقلني بالكيرف اللي انا رسمته ده. طيب انا عايز اعمل الكيرف ده سيركولار باترن، لو نجحت ان انا اعمل الكيرف ده سيركولار باترن يكون بس انا عايز واحد تاني بس منه، فهخلي السيركولار باترن بتاعي عباره عن طبعا حوالين الزد اكسس، بس هخلي الباترن بتاعي ده عباره عن 2 مش 4، هخليه عباره عن الزاويه ما بينهم 90، واخليه السيركولار كاونت اخليه عباره عن 2، هيترسم معايا الكيرف اللي انا عايزه بس الناحيه دي، واقول له اوكي وارجع لل 3 دي موديل. فانا كده كده عند 3 دي موديل هدوس بس سيلكت، وبعد كده هروح بقى للبلين تول. بلين تول حتى انا لو وصلت ما بين نقطتين هيرسم لاين، لو وصلت ما بين لاينين هيرسم سيرفيس، لو وصلت ما بين سيرفيسين هيرسم سوليد بودي. ففي الحاله دي انا هرسم لاين، فمحتاج اوصل ما بين البوينت اخر بوينت رسمتها في السبلاين الاولاني واخر بوينت رسمتها في السبلاين الثاني، اوصل ما بينهم هعمل بلند. فانا هاجي هنا واقول له دي النقطه دي والنقطه دي انا عايز اعمل لهم بلند، رسم لي الخط اللي انا بقول لك عليه. تاني البوينت دي والبوينت دي رسم لي الخط اللي انا بقول لك عليه، ولازم اروح ادوس على علامه الصح دي عشان يتعامل معايا. بعد كده هروح بقى على هروح على السوليد بتاعي ده اعمل له هايد عشان ما يعملش ميرج للسلندر اللي انا عامله، عايز اخلي ده بارت لوحده وده بارت لوحده، فبعمل هايد الاول. وبعد كده بروح على السلندر اقول له انا عايز السلندر بتاعي ده يبقى كام، يبقى 10 مليمتر، اوكي. وبرجع تاني اعمل ان تشيك للسوليد اللي انا خفيته، واروح اعمل بلان عشان اعرف اعمل ميرور. ما هو هنا الميرور لازم يبقى فيه بلان عشان اعمل الميرور، فاجي ارسم بلان بيربنديكولار على الاكس، هيبقى عامل كده، واقول له ميرور على البلان ده ميرور البادي ده، وكده هو عمل لي ميرور اللي انا عايزه. بعد كده ارجع بقى ادوس سيلكت او ابريفيشن اس على الكيبورد، واعمل ان تشيك للبلان ده، واروح هعمل ان تشيك للبلان ده واعمل له ديليت، مش هيفرق معايا بس انا مش هعمله ديليت دلوقتي. هعمل كومباين بقى ما بين الجسم ده وما بين القواعد اللي تحت عشان كله يبقى جسم واحد. كده انا خلاص خلصت، وادوس اس، وبعد كده اروح انضف التري زي ما اتعودنا. تمام، هاجي بقى عند البلان وهاجي عند الكيرف وهاجي عند الباترن ومش فارقين هم معايا في حاجه، واعمل لهم ديليت. خلاص لو عملت ديليت خلاص مش هيبقى عندي غير السوليد ده اللي انا هسميه درون بادي. خلاص يبقى انا كده ايه، يبقى انا كده خلصت البروجكت ده. ناقص لي ان انا بعمل اسمبلي ما بينه وما بين البليد اللي انا رسمتها المره اللي فاتت، فهدوس فايل وهجيب البليد اللي انا رسمتها المره اللي فاتت اللي هي الدرون بليد، واقول له اوكي اوبن. هيفتح لي طبعا البليد اللي انا عايزها. طبعا عشان بقى البليد دي ما تتغيرش معايا لو انا غيرت اي حاجه هنا، هروح عند السورس بتاع البليد دي واقول له يوز انترنال كوبي، يعني انت هتعمل لي كوبي تاني، هو ده اللي انا هعمل فيه البدع هنا، والكوبي ده مش هيتغير معايا في السبيس كليم نفسه او الفايل بتاع البليد نفسها، مش هتتغير معايا، مش هتسمع هناك يعني. فانا عايز بقى طبعا هزوم عشان يبقى مريح للعنايه، وبعد كده اجي عند الروتيشن ده، هاجي عند الروتيشن ده يا اما ادوس كليكتين يا اما احركه مانيوال زي ما انا هعمل كده. فانا احركه الناحيه الثانيه بزاويه 90. خلاص كده هو بقى مستقيم، ناقص له بس اعمل له الاين. فهروح على الاين تول واقول له الاين، وهاجي اقول له السلندر ده كونسنتريك مع السلندر ده مانيوالي، هو هتلاقيه هينقله لوحده البرنامج. طبعا هو كده بيحمل عشان ينقله، كده نقله هتلاقيه فوق على طول، فوقيك على طول. فانا محتاج اعمل الاين تاني، وانا لسه سيلكت التول بتاعه الاين، هدوس الفيس ده وهعمل سبين، وهدوس الفيس اللي تحت هيعمل لي الاينمنت ما بينهم. وبعد كده ناقص لي ان انا اكرر البليت ده سيركولار باترن 4 مرات على زاويه 90. فانا هاجي عند الديزاين واقول له سيركولار باترن، واقول له الدروم بليد دي عايزها تتكرر في الاورينتيشن بتاع الزد اكسس، عايزها تتكرر ب 360 انجل، وتكون 360 انجل، وتكون السيركلر كاونت بتاعتي 4. في الحاله دي هو كده هيرسم لي الفور بليد درون، واقول له اوكي كده انا خلصت البروجكت بتاعي. طبعا البروجكت بتاعي ده صعب مش سهل، لو انت استوعبت البروجكت ده وقدرت تعمله لوحدك يبقى انت كده
كويس وانت كده وصلت لمرحلة من البرنامج كده. انا بستعرض الدرون بتاعتي اهو، اشوفكم الحلقة اللي جاية. Engineering Tips.